حبايب قلبي، ممكن تحطوا لي لايك وفعلوا زر السبسكرايب هتلاقوه تحت، وكمان بليز فضلا وليس امرا ممكن تفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو جديد انزله يوصل لكم اشعار وتبقوا ضمن عائله يوميات اي اند ام مغترب. يلا بينا على الفيديو. تكونوا جميعا بألف خير، وحشيني جدا من اخر فيديو نزل لكم على القناة. النهاردة هعمل معاكم طريقتي في المحشي بطريقة صحية بدون ولا نقطة زيت. وطبعا لو انتي ام عاملة هوريك الطريقة اللي انا بعملها فيها، ان هي ما تاخدش معاكي وقت، ولما تيجي من الشغل على طول تسويه. تمام كده. انا عندي هعمل اي نوع محشي، لو انتي هتعمليه بدنجان كرومب، النوع اللي انتي يريحك. هعمل النهاردة محشي ورق عنب وبدنجان. اول حاجة ورق العنب، انا بجيب النوعية دي، هي انضف نوعية بصراحة، ما بتبقاش شيخة، بتبقى حبات العنب كويسة. وبجيب البدنجان المتوفر عندك في السوق، فده اللي لقيته النهاردة متوفر في السوق اللي هو الابيض، بتلاقيه كمان في المولات بالكيلو. انا عندي هنا 3 بصلات كبار، بحطهم في الكبة عشان ابدأ افرمهم معاكم مع قرن شطة. وعندي على البوتاجاز هنا صلصة كنت مسبكاها قبل كده وقلت لكم الطريقة قبل كده اهي، وحطيت معاها معلقة صلصة، يعني اللي هي الطماطم اللي بنفرزها وحطيت معاها معلقة صلصة. تمام كده. هبدأ بقى ايه، اسيب دي تفك خالص وابدأ اضرب البصل معايا في الكبة، وارجع لكم تاني، انتظروني. زي ما انتم شايفين كده الصلصة عندي اهي تقريبا 3/4 فك اهو، زي ما انتم شايفين كده. هبدأ انزل بالبصل عندي والفلفل، انا ما بحطش توم على المحشي. تمام. المية المغلية دي هقول لك ليه دلوقتي، خلاص كده التسبيكة بتاعت المحشي انا بحطه كله نايف نايف. هبدأ دلوقتي اكب المية بتاعت دي اوكي، واحطها هنا تاخد غلوة. استنى اكبها وارجع. زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، بنزلها بس تاخد غلوة عشان بتبقى هي منقوعة في الخل، فنزلها دقايق بسيطة بس. هنا دي بقى هسيبها كده على النار، والتركة بتاعت البهارات اللي انا بحطها فيها بنزل فيها بمعلقة قهوة تركية. وبحط ملح. وكمون. وشوية من الفلفل الأسود. كفاية. وآخر حاجة عشان الخلطة عندي لورق العنب بحط رشة سمنة. انا
بخليهوش يغلي في المية دي، انا بخليه بس ينزل يغير المية المملحة بتاعته، وبعد كده بشيله. طبعا الخضار بتاعي انا غسلته وقطعته، انا بقطعه الاول بالسكينة وبعد كده بنعمه بالمخرطة بتاعت الملوخية. تمام كده خلي الخضار. الباذنجان بقى عندي انا قبل ما هغسله هعمل ايه، همسك كل واحده كده على الترابيزه هنا واقعد ادحرجها كده شويه عشان تبقى طريه معايا. تمام هدحرجها وارجع لكم. كده ورق العنب عندي خد دقيقه واحده، هبدا اطلعه واحطه في ميه بارده على طول. كده الخلطه عندي جهزت اهي ونشفت من الميه زي ما انتوا شايفين. هبدا انزل بالرز الكميه، تمام كده. هبدا انزل بعد كده بالخضار بتاعي، بقدونس، كزبره، شبت، انزل بيهم. انا طفيت النار على فكره، انزل بيهم. انتوا شايفينه ده، واقلب. انا طافيه النار. تمام كده اهو، هديها تقليبه بقى واسيبها معايا شويه لحد ما الخلطه عندي تهدى، لان الخلطه سخنه. تمام كده، في الوقت اللي الخلطه دي بتهدى فيه، اذا عندك لحمة هتسلقيها حطي مية على النار وخليها تتسلق. ورق العنب انا طلعته اهو وهحطه هنا واسيبه يبرد جنب مني خالص. عندي بقى هنا الباذنجان، انا زي ما قلت لكم دحرجته بالشكل ده كده. نجيب الباذنجان هنا، انا دحرجت الباذنجان كده على الترابيزة بالشكل ده كده، الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهي. البدنجانه بتاعت الحشو تبقى صغيره. هبدا بقى بالسكينه وبالمقوار بتاعي، وعندي هنا سطل فيه او حله فيها شويه ميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. البدنجانه اللي هقورها هنزلها هنا. هبدا بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا مع بعض. الخلطه جنب مني خلاص، بسيبها عايشه مع نفسها على ما تبرد معايا، وانا بقور واحده واحده معاكم. انا هقور كام واحده بس. في بنات بتقورها اسمها ايه بالمعلقه او حاجات غريبه، انا ما اعرفش اقورها الا بالمقوار بصراحه. خلاص كده بحطها هنا عشان ما تسودش. باخد اللي بعدها كمان، اشيل الامم من حواليها. انا بنزلها في الميه عشان ما يتغيرش لونها معايا، واحيانا بحط مع الميه معلقه خل. انا هعمل معاكم كام واحده وبعد كده ايه هكمل انا الباقي على ما الخلطه تبرد. اهو بالشكل اللي انتوا شايفينها ده كده. بالراحة وواحدة واحدة. هجيب نقطة خل بس احطها هنا عشان ايه ما يسمرش معايا اهو، واسيبها بقى تقعد في الخل على ما اقورها. انا التقوير بتاعي ما بياخدش مني دقيقتين اتنين فيهم كلهم. رجعت لكم تاني اهو، بنوتي صغيره عايزه تحشي، فانا قلت هكمل انا تقوير وحطيت لها شويه في الطبق على ما بردوا من فوق الوش اهو،
وهخليها هي تحشيهم على ما انا اكمل تقوير باقي البدنجان. وعندي الحلة هنا حطيت فيها طماطم تحت، لو عندك كوسة ممكن تحطي، عندك نوعية الخضار المتوفرة عندك حطيها، اذا ما عندكيش ممكن تحطي بصل مقطع شرايح بس كده. انا بقى هخلص كمية البدنجان وارجع لكم تاني. ما تعبهاش كاملة، ها استني كده بعدي كده شوية، حسبي حسبي مش ايديك الاتنين بتبهدل. بيبقى عندي خلاص ما فيهوش مواعين، يعني اما قورت البدنجان شطبت المواعين على طول، ما بحبش يفضل في الحوض عندي مواعين، بخلصها اول باول عشان يبقى بالنسبه لي سهل. طبعا المحشي في بنات بتقول غلبه وبيطول معايا، اعمليه في يوم تبقي فاضيه فيه، يوم روقان تبقي انت فاضيه فيه، ما ياخدش معاكي وقت. انت بتعملي يا ماما؟ انت جبتي العيد ده، هاتي كده بصوا الغلطه اللي هي عاملاها، ان هي حطت على الناعم، تمام المفروض نحطها على الخشنه مش الناعمه، نحطها كده، حطي شويه، حطي ده كده وده كده، نلف دول كده لجوه ونضغط واحنا بنلف، وكل ما نلاقي حاجه تتلم نلفها. ايه ده ما شاء الله، ايه ده؟ لا بصي بصي انتي بتلفي من هنا، بنحط هنا ماشي، بنحط هنا كده عرفتي، يلا عيش. انا بقى هكمل الباقي، بس انتوا عرفتوا الطريقة ازاي تكون سريعة في اللف وما تاخدش منك وقت خالص.
بالشكل اللي انا وريته لكم ده كده. شايفين بخلص اكبر كمية وانا واقفة بنفس الطريقة برضو، ببدأ ألم اللي عندي دول اللي أنا خلصتهم وببدأ أرصهم في الحلة وأبدأ أحط دفعة تانية جديدة بنفس الشكل ده. أكمل أنا بقى وأخلص وأرجع لكم وأوريكم الشكل الحلة. أنا برصهم في الحلة عندي هنا. أنا هخلي البدنجان حواليه في الأطراف، انا هخلي ورق العنب زي ما انتم شايفين كده في النص بالشكل اللي انتم شايفينه ده. اكمل انا بقى وارجع لكم. اهو دي شكل الحله. هكمل انا بقى البدنجان لان هي مش عايزه تمسك البدنجان، هي عايزه تلعب في ورق اشوف شايفين لفها. هو ماشي حلو ماشي حاله، بس احنا قلنا عالناعم. ها شايفين احنا بنقول عالناعم، ما تغلطوش زيها كده. ده كده بيضطر يتفك، ده اللي بيعطلني ان انا بقعد الف تاني من ورا على الخشن. تمام كده، هسيبكم انا بقى اكمل وارجع لكم تاني. ده الشكل النهائي للمحشي بعد ما لفيته خلاص كامل كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. الحوض عندي خلاص، البوتاجاز نضف كمان وخلاص، ما عادش فيه اي مواعين عندي خالص. بكره باذن الله بقى اسويه ويكون اخدكم معايا بقى وانا بسويه. معلش لو الفيديو طول عليكم، بس هي دي الطريقه بتاعتي، يا رب تعجبكم. نشوف بقى تكمله الفيديو بكره ان شاء الله. التكمله بتاعته سهله، بحط ميه عاديه بملح بمعلقه صلصه واخليها وميه واخليها تتشرب، وبعد كده بهدي النار لحد ما يستوي معايا خالص. كملوا بقى الفيديو بكره ان شاء الله، انتظروني. خير ازيكم او صباح الخير بتوقيت البلد اللي انتوا فيها. دلوقتي انا خلصت كل اللي ورايا خلاص ورجعت من الشغل، هبدا اسويها. حطيتها على البوتاجاز بس عشان تشد الميه عشان كان فيها لحمه. وعندي هنا مكعب مرق اهو، هحطه عندي في الكاسة وانا بسخن مية. وهحط هنا معلقة صلصة. نبدأ نقلب بستخدم الطبق ده كده وبضغط كده. تمام زي التقل، واسيبه بقى يتشرب 10 دقايق كده. بعد كده اهدي النار عليه واسويه. هسيب لكم الصور بقى في اخر الفيديو، يا رب يعجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تحطوا لي لايك وشيروا الفيديو عشان تشوفوا اكبر عدد ممكن، وسبسكرايب. انا زي ما قلت لكم هسيبه كده شويه بس لحد ما انا ما بزودش ميه لان هي هتزيد الميه فيها. وبعد ما بخلص خالص بحط معلقه سمنه صغيره او زبده في الاخر بعد ما اطفي خالص
بس كده. دي طريقتي في عمل المحشي، يا رب تكون عجبتكم وتكون سهلة. انتظروا بقى الصور في الأخير.